بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، مرة أخرى نحييكم ونتابع معكم أشواط الإنتاج والمنتجين، إنتاج الأداء والجميل، الإنتاج اللي ناموسه بناموسين. مشاهدينا في كل مكان، والشوط الذي أمامكم كما نتابعه مشاهدينا في هذه اللحظات 15 والخاص بالجدان المحليات الأصايل. يا سلام، الشوط الأول للإنتاج والمقدمة والمركز الأول. مباشرة أرى هناك من يتقدم شاهين لعبد الله بن حمد بن سالم بن هتفة، هناك يتقدم في المركز الأول في الصدارة بالانتقال الأول. مشاهدينا المركز الثاني، هناك اللي غير شاهين لأحمد بن علي بن أمير المنصوري، بدأ يتقدم الآخر من الجانب الآخر، ودخول قوي كما نتابع مشاهدينا. بينما ناخذ المركز الثالث، هناك المركز الثالث والوصول والقدوم مشاهدينا في المركز الثالث من قبل الذي وصل تماما، هو مياس لمحمد بن حميد بن دبيلة المنصوري، بدأ يتقدم في المركز الثالث. النقلة في المركز الرابع، حشيم لسعيد بن بطي بن خلفان المنصوري تقدم رابعا. خامس المراكز، خامس المراكز، هناك دخول، هناك تقدم، هناك انقضاض، هناك ايضا مخدد لحمد حمدان بن مسلم بن سعيد الدرعي قادم من مصانع الجنوب، بدأت تقدم بقوة. بينما هنا المركز السابع، المركز السابع، تسلل من عمق الميدان مشاهدينا في هذا الأداء والوصول من النازع، من النازع، النازح نعم، لمسعد بن سويد بن قران المنصوري، يتقدم كما تقدم بالأمس هذا الشعار بأكثر من نقطة. تهانينا لابن مساعد على هذا التقدم رائع الغزال. يا السلام، هنا أيضا وصول، هنا تقدم آخر بالمركز الثامن، والمركز الثامن وصول كما ذكرنا هذه المراكز. هناك وداع لسعيد بن بخيت بالرقاب المنصوري، وتاسع المراكز من الجانب الآخر أو من الجانب الدوني هملول لسعيد بن سهيل بالذويب العامري، وصل هنا رأى الخروف ليتقدم بقوة. والمركز العاشر غازي لسلطان بن غالب بن سلطان المنصوري، بدأ يتقدم. هذا هو النداء الأول لشوط أول للإنتاج القعادين. الله، الأشواط كلها خطيرة والأشواط كلها قوية، ولكن أشواط الإنتاج طعمها غير وناموسها كما ذكرنا بناموسين. الله، شوفوا، شوفوا راعي الغزال، شوفوا راعي الغربية اللي بدأ يقدم صوت من أشواط الإنتاج في هذا الصباح الجميل. يتقدموا كما هنا مشاهدينا بالمركز الأول بصدارة الشوط النازح. يا سلام على الاسم الجميل، من سعد بن سويد بن قران المنصوري، بدأ يتقدم، بدأ ينطلق، بدأ يقود الشوط، بدأ يجر الشوط مشاهدينا في هذا الأداء، في هذا الانطلاق كما نتابع الحفل الكريم. المركز الثاني، المركز الثاني مخدد لحمدان بن مسلم بن سعيد الدرعي، كذلك هو الآخر اللي في المركز الثاني اللي ماخذ مسافة، اللي بيطارد هناك المركز الأول. يا السلام، المركز الثالث، الثالث مين؟ الثالث اللي قادم، الثالث اللي انطلق، شاهين لعبد الله بن حمد بن سالم بن هجفة. يا السلام، ينطلقوا، يا السلام، هذا هو كما نتابع المري، ينطلقوا في المركز الثالث والكيلو الأخير يا شباب في صوت من الأشواط. يا سلام، انطلاق جميل، يا سلام على الصدارة اللي قادر بها. يا سلام يا مساعد يا بن سويد يا بن قران يا المنصوري، الله على الشوط، الله على الأداء. منكم هنا من الأسامي القوية، من الشعارات القوية، والبارح سوانا بروبلم، واليوم في شوط الإنتاج وشوط المنتجين يقدم نفسه. ما شاء الله، ما شاء الله، وتبارك الرحمن، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء
الله وتبارك الرحمن، يا مساعد يا بن سويد يا بن قران، اقفل الباب يا شباب، اقفل الباب هناك وطالعوا وطمشوا على غبر عبر عبر قناة ياس، شوفوا ما يقدم لنا هنا مشاهدي الأعزاء في الصدارة أحد القعدان والإنتاج النازح 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 والسرعة فوق ال 53 كيلومتر في الساعة يأتي بها الهواري. هذا هو المساعد بن سويد بن قران المنصوري بدون منافس على الإطلاق، 300 متر بينه وبين المركز الثاني. يا السلام، واللجنة وصلها والبقية ما وصلت، تهانينا، سلام للغربية. ومساعد بن سويد بن قران المنصوري قدم شوط جميل، ناموس ناموس أنا ناموسين، إنتاج وسبق وفي الوزن غير، والتوقيت الأفضل على كما بين الهواري المخرج المتألق المركز الثاني. هناك مخدد لحمدان بن مسلب بسعيد الدرعي والمركز الثالث، مركز الثالث كذلك هو الآخر جزيل لأحمد بن جمعة بن سعيد الأميمي، والمركز الرابع مركز الرابع مشاهدينا شاهين لعبيد بن حمد بن قناص العامري، والمركز الخامس المركز الخامس وصل ريمان لمحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، شعار الصقار والتوقيت الزمني الأفضل في شوط القعادين الأول للمنتجين. 7 دقائق و26 و6 أجزاء من الثانية، هنيئا لك يا مساعد يا بن سويد يا بن قران على هذا الفوز الجميل المستحق، ناموس وناموسين كما ذكرنا، وبعد الناموس الثالث أنك في الوثبة، هذا روح ناموس غير. الله، المركز الأول بدون منافس كما ذكرنا، بدون منافس كما ذكرنا، أنت في أم المفاجآت يا مساعد يا بن سويد، لك التحية. 7 دقائق 39 وفاء وتماما. المركز الثاني المركز الثاني وصل مخدد لحمدان بن مسلب بن سعيد الدرعي، بينما المركز الثالث الآن كمل نمبر 3 هنا 7 دقائق 43 و4 أجزاء من الثانية اللي وصل المركز الثالث. المركز الثالث جزيل لأحمد بن جمعة بن سعيد العميمي، والناموس لكل الفائزين. شوط آخر من أشواط الإنتاج والتواصل مع الزملاء.